مزيان قررتي انك تشري السياره ديالك، واش حسبتي هاد الربعه ديال الحوايج؟ خليك معنا باش تعرف على الربعه ديال الحوايج. اول حاجه الضريبه على السياره، مع عدد العودان اللي بغيتي تشري فهاد السياره ديالك، الضريبه اللي هتجيك على حساب هاد العودان هادو. ثاني حاجه لاسيرونس، اش من نوع ديال لاسيرونس اللي هدير؟ واش عرفتي شكون هي احسن شركه ديال لاسيرونس اللي هدير عندها لاسيرونس ديالك؟ واش هدير اسيرونس توريسك، واش هدير اسيرونس اللي باربريز، واش هدير اسيرونس على لي زاكسيدون، واش هدير اسيرونس شكون هي لاسيرونس اللي كتكافئ الناس اللي ما كيديروش الاكسيد ديالها؟ مزيان واش حسبتي المصاريف ديال اصلاح هاد السياره؟ قديمه شويه ضربه 20 عام تصرف عليها كل تقريبا 4 شهور، كل تقريبا 3 شهور، كل تقريبا 5 شهور. الا ديتيها من دوبل فير ما كتصرف عليها والو، من ضربه 3 سنين ما صرفش عليها بزاف، تقدر تولي دائما العام العام عند الميكانيك. دار واش حسبتي المصاريف ديال الفيدون، الفلتر ديال المازوت ديال لي مصاريف ديال الفيدون؟ يعني انا نقدر ندخل فيها حتى المازوت، نقدر نخلصها فيها حتى ليسانس. شحال عندك من كيلومتر في النهار؟ واش انت بغيتي سياره ديلي واش جبتيها لي لونغ تراجي؟ واش تشريها بعدا ديزل؟ واش تشريها بعدا ايسونس؟ واش حسبتي شنو هما المصاريف ديال الباركينغ؟ هي في المغرب خصك تدخل المصاريف ديال الباركينغ، حيت هاد السياره هادي غتخليك تخسرها معلم بزاف في الباركينغ.